كونوا على الموعد إن شاء الله إن شاء الله، والنصر قادم قادم. لن نرتاح لن نخضع لن نركع لن نخضع، وإننا صبر سنكسر القيود، وإننا صبر سنكسر القيود. لن نركع لن نركع لن نركع لن نركع لن نخضع. أسجناهن عندكم مفاخر، رسالة بأن الشعب لا زال صامد، بأن الشعب لا زال يعني يصر على مطالبه اللي طلع من أجلها في 14 فبراير، وأعتقد بأن هاي الجماهير نساء ورجال وأطفال ومن جميع القرى تؤكد على هذا المعنى، بأن الشعب لن يتراجع رغم القمع ورغم القهر ورغم السجن والتعذيب، بأن هذا الشعب صامد. المداهمات مستمرة، الأسرة مستمرين في السجون، رموزنا ما زالت في السجون، أطبائنا ما زالوا في السجون، ما استفدنا ما ندري، يريدون حوار؟